أحسن الله إليك شيخ. هذا يقول: ورثت عن والدي مكتبة كبيرة وعظيمة بها أمهات الكتب، وأنا الحقيقة يا شيخ صالح يقول لست ممن الذين يكثرون القراءة ولم أستفد فيها، بماذا تنصحونني مأجورين بهذه المكتبة؟ إن كان معك ورثة فهي لك وللورثة، تباع ويوزع ثمنها على الميراث، إلا إذا سمحوا أو ما معك ورثة وسمحت بأن توضع في مكان يستفيد منها الناس، تكون مكتبة عامة يستفيد منها المراجعون، فهذا أحسن. وإذا لم تستطع ترتيبها لأنها تحتاج إلى قيم وموظف، فإنك تهديها إلى إحدى الجامعات، تهديها إلى إحدى الجامعات الإسلامية لتضمها إلى مكتباتها ليستفاد منها، أو إلى المكتبات التي في الجوامع الكبار والمساجد، المكتبات المعتبرة. نعم.